أيها الحبر الكريم، مشاهدين الأعزاء، متابعينا الكرام، هذه الانطلاقة أمامكم، انطلاقة الشوط التاسع خاص أيضا بالإبكار الحجايج، ونتمنى إياها الله التوفيق والسلامة للجميع بإذن الله في هذا اليوم المبارك وفي هذا الميدان الذهب، ميدان الإهباب. مشاهدينا الكرام، وهناك بنعود إلى مقدمة الشوط على المركز الأول، على المركز الأول اللي ماخذ المركز الأول في هذه اللحظات اللي هملوله سهيل بن سالم بن غدير، ولكن المركز الثاني هناك، المركز الثاني المتحد لسيد محمد بن علي بكليب ماخذ المركز الثاني، المركز الثالث هناك وبره للسيد حميد بن سيف بن كعيب الفلاسي، المركز الرابع، المركز الرابع اخذت المركز الرابع وبره للسيد سالم بن راشد بن سرداح ماخذ المركز الرابع، المركز الخامس هناك، المركز الخامس عندك يا بن رشيد، عندك يا بن رشيد بشاير للسيد محمد بن سلطان بن رشيد ماخذ المركز الخامس. هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء للخمسه المراكز الاولى متقدمه في هذا الشوط، ولكن بنعود الى مقدمه الشوط. عندك يا سهيل، يا بن سالم، يا بن غدي، راعي هملوله، خلك مع هملوله على مقدمه الشوط للسيد سهيل بن سالم بن غدير، وهناك على المركز الثاني اصبح من نصيب المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدينا الكرام المتحد للسيد محمد بن علي بكليب ماخذ المركز الثاني، والمركز الثالث بنشوف المركز الثالث وبره للسيد حميد بن سيف بن كعيب الفلاسي، والمركز الرابع هني وبره للسيد سالم بن راشد بن سرداح، والمركز الخامس عندك يا ابو حيمد، المركز الخامس مشاهدينا الكرام للسيد عبد الله بن سعيد ابو حيمد ماخذ اللي هي غنايم ماخذ المركز الخامس، والمركز السادس عندك يا بن صويح، عندك يا بن صويح المركز السادس للسيد محمد بن صويح بن علوبه العامري ماخذ المركز الخامس. هذه النتيجه مشاهدي الكرام في هذه اللحظات، مشاهدينا متابعينا الاعزاء، ولا زالت ايضا لا زالت مشاهدينا الكرام الذي متمسكه بالمركز الاول من بدايه الانطلاقه وهي ماخذ المركز الاول، هملوله يا سلام يا هملوله، هملوله ماخذ المركز الاول، السيد سهيل بن سالم بن سعيد بن غدير ماخذ المركز الاول. يا الله يا سهيل، نبغي سلام، نبغي سلام مشاهدينا الكرام، نبغي سلام لنزوه، نبغي سلام لنزوه يا سهيل، يا بن سالم، يا بن سعيد، يا بن غدير. يا الله هناك بنشوف هناك الذي تحاول على المركز الثاني من الجنب الثاني، من الجنب الثاني شوده للسيد محمد بن سيف بن علي بكليب ماخذ المركز الثاني، والمركز الثالث مشاهدينا الكرام المركز الثالث وبره للسيد حميد بن سيف بن كعيب الفلاسي ماخذ المركز الثالث، والمركز الرابع هني متحده للسيد محمد بن علي بن بكليب، والمركز الخامس من الجنب الثاني، المركز الخامس مشاهدينا الكرام اللي هي شواهين للسيد راشد بن علي بكليب. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز الأولى، ولكن استوى تغيير على المركز الأول. وينك يا سهيل يا راعي هملولة، وينك يا بن غدير يا راعي هملولة، هناك اللي خذت المركز الأول في هذه اللحظات تشودة، تشودة مشاهدينا الكرام اللي ماخذ المركز الأول في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، تعود ملكيته السيد محمد بن سيف بكليب ماخذ المركز الاول مشاهدين الاعزاء، وتراجعت هملوله وخذت المركز الثاني للسيد سهيل بن سالم بن سعيد بن غدير، والمركز الثالث هناك، المركز الثالث مشاهدينا الكرام المركز الثالث اصبح من نصيب المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء شواهين السيد راشد بن علي بكليب ماخذ المركز الثالث، والمركز الرابع اللي قادمه، اللي قادمه مشاهدينا الكرام تحمل 17 رقم 17 اللي خذت المركز الرابع مشاهدينا الكرام، تعود ملكيته مشاهدينا الكرام للسيد سلطان بن علي بن هناوي. هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء، ولكن بنعود الى شواهين، بنعود الى شواهين، شواهين اللي ماخذ المركز الاول، سلام سلام يا المدام، سلام يا طويلة سلام. هذه شواهين مشاهدينا الكرام تعود ملكيته للسيد محمد بن سيف بن علي بكليب ماخذ المركز الاول. يلا يلا يا ابو سيف، يلا يا ابو سيف خليك مع المركز الاول، خليك مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس، تهانينا والناموس على فوز شواهين بالمركز الاول للسيد محمد بن سيف بن علي بكليف اللي هي شوده مشاهدينا الاعزاء. المركز الثاني هملوله للسيد سهيل بن سالم بن غدير، والمركز الثالث بكليب، والمركز الرابع لمحمد بن هندي المهيري، والمركز الخامس للسيد محمد
بن علي بكليب. هذه النتيجة مشاهدي الكرام للخمس المراكز الأولى، تهانينا والناموس للجميع في هذا اليوم.